هقولك الو الو، كيفك؟ وانا كيفك ولا شو عم بعت لي فالكون هلا؟ قال على الان انت وياه ليش؟ انا ما احكي معه، ما لي علاقة مع جوكر. قلت له ليش؟ انا ما في شي، ليش على الان انت وياه؟ شو يعني ما مسوي لك يا اخي؟ لا يا اخي والله كل فيديوهاتك معلق لك عليها فالكون، مالك؟ نص فيديوهاتك معلق لك عليها فالكون يا جوكر. بربك على الان معه بس لانه ما بيعلق لك ولو هيا ربك جوكر. عم تحكي من جد؟ وما بيلعب معك؟ هلا انت انت اسوأ. يلا باي. أخي هلا أخرى عليه، وأنا وياك أقدم يعني ما في بعض أقدم منه. بس هلا هيك جوكر أنت بتعمل حركة غلط. يعني بما أني أنا بحبك فحاب أنصحك نصيحة. أنت هلا عم تعمل خطوة كتير غلط، عم تعمل خطوة غلط أنك حاسفه وحاضره. هون دغري هو لا يعرفك انك كنت مرافقه بس مشان المشاهدات، انك مصلحجي، ويعني عرفت علي شلون؟ لا اسمع هلا اني اسمع حبيبي، انت بس لا تدخلني بهيك قصص. انه اذا انت تقتلت انت ويانا يعني نروح احفظه على عيني وراسي، بس اما ما دخلني بيناتكم. انا على عيني وراسي بيسبك ولا بروح احرق لك عيلته. بكرهه يعني مو بكرهه كمان للزلمة، بس اخي زين ما غلط معي، بس يغلط معك اخي. بعت لي مسبه انه هو سابك على عائلتك على امك. لفرجيك شو بعمل فيه. عشان ما زلمة حرام مو غلطان علي، روح احضره كمان مش ظابطة. يعني تخيل والله اروح انا اقلع، يعني اذا علقت انا مع ساهر تمام، بروح بقول لك حضور ده ساهر ما ترضاها صح؟ هل أنت هنا حبيبي؟ عم يحكي علي أنا مشان المشاهدات؟ أنا يعني كيف؟ افتح مايكك عمري، مشان الله افتح مايكك. ما بعرف، حاسس فالكون بالحساب. انا لو بدي مشاهدات انت تعرفني مالي بأم المشاهدات كلها، مالي بأم اليوتيوب. انا اليوتيوب كله ما انا يعني اليوتيوب اطيزي سبب. انا حتى الببجي جابالي ما بطل العب يعني. هلا اول حال يعني بس هيك مشان شو قلقاني من شو لشو؟ كيف بلشت السيرة؟ شو قلت له؟ شو قال لك؟ شو ذكر بربك يا اخي؟ لا تدخلني يا اخي، بس انا امسك شغلة بالفعل ضارني فيها وعد مني لك. لو صور لك سكرينات انا شو بعمل فيها يا اخي؟ ومو بس من رقمي، من الف رقم.
أخي بتعرف إني أنا بص إيدي، بص على إيدي إذا مو فالكون بالحساب على تبعك يا خرا يا وساخ. أخي افتح المايك، افتح المايك، بس افتح المايك حتى أقول لك خرا. سب لي أخي، افتح المايك سب لي وسكره كلمة واحدة. شغال مايكك مثل اللي خربان شغال. لولو حباب انت. دخيل عيونك ابو الجو ياكر. بس افتح مايك قلي كل خرا اخي، قلي تنفس طيزة. جاي وانت بس كنت بدي اعرف ان ليش علقانين. اخ يا جوك لو تعلم ما في بالقلب. فات علي جوكر، اذا ما بتفتح مايك والله لنزعلها اخي. بس افتح مايك قال لي كان خرا ورجع سكره اخي المايك. شفت انه مو جوكر بالحساب؟ لو جوكر كنت فتحت مايك. أخي أنا في البيت أخي، بس افتح لي أي كلمة أخي، وشوتني وشوتني بالموت. احكي احكي احكي، ما حكيت شي. فتحت المايك ما أنا فتح المايك. والله بص ايدي زمانك فالكون، والله العظيم والله العظيم جايب لي يا فاكون، جايب لي صوت من محادث جاكر هو عم يقول لك خرا. يلا كخرا فالكون، جايب جوالك بعد ثمانية صوت لجاكر هو عم يقول لك خرا. شو جايب جايب سلام جواب عليك. سلام. على جايب لي صوت لدي. هذا كنت عم تقول لك تسب علي وانا كيف عم أقول؟ تقول لك تسب علينا؟ حولتنا حبيب، مع مين انت؟ نعم هلا كتبت لي على الواتساب بدك تروح تسب علي، ولا عم تقول بده يسب علي بدك تسب علينا؟ فهمنا مع مين، ما فهمت. ما قلت لك انا ما سبت، ما في على جاكر حب. ما قلت لك انا كتبت لك فيديو سب عليك؟ مستحيل. هلا قلت له اذا زين والله شوف المحادثة. ما قلت له خير عفوا لكم. اخي تعرف ان انا عرفت انك فالكون؟ تعرف ان انا عرفت انك فالكون؟ كيف؟ لحظة بدي افرجيك رسالة انت بعت لي اياها. ليك برضه مو هون؟ لا لا ايش قال لي؟ روح ايه وقت قلت لي روح سبه. لانه ما عم بيلعب معي، لانه مو حركة جوكر. ليك انا سبيت عليه لانه ما بيلعب معي. وين هي؟ والله انا عم صور فيديو هادني. شلو هلا حبيبي؟ ايش انا ما غلطت بشي. بدي شلو بدي شلو.